قاعده هيك حلوه برمضان بعد المغرب، اجت على بالنا اكله حلوه حنجرب هاي الاكله. هلا بنكتب لكم كيف طبعت، اللي يجربها يعطينا رايه ويكتب لنا بالتعليقات. هذه الصينيه حمينا الفرن، هلا شو بدنا نعمل؟ نعمل شكل جديد. نحط الفنجان مكعفات، نحط شوية جوز، شوية كنافة، وهيك تكون خالصة. نعمل هيك، نحطها هون تمام. هيك ساعة واحدة ثانية بسم الله. في الجوز نحط كمان الكنافة هيك لتكون جاهزة. هيك صارت جاهزة للفرن، شيلها على فرن حرارة متوسطة فوق وتحت. هلا صارت جاهزة، حط لنا الأكل. صحتين وعافية.